السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي قناة المبلية البورسعيدية. دلع كرشك دلعي نفسك، صباح سعيد يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم. النهاردة هنعمل الرز بالكبد والقوانص بطريقة سهلة جدا وما فيهاش زفار. تابعوني، ولو عجبتكم الوصفة نعمل إعجاب للقناة ونشارك فيها ونفعل الجرس. النهاردة كل اللي هنجيبه كبد وقوانص، أنا بفضل أحوشها، يبقى عندي بطايه، يبقى عندي فرخايه، يبقى عندي بص اي حاجه، بفضل اقعد احوشهم في اكياس صغيره، بجيبها واعينه في الفريزر وبعد كده اطلعهم. غسلتهم زي ما انتم شايفين كده اهوت، وابتدي اروح عندي الحله بتاعتي سخنت فيها الميه بتغلي، ابتدي احط فيها ايه بقى، ورقتين لورا ويا دوبك معلقتين خل. انا بعتذر عن البخار بس غصب عني، معلقتين خل زي ما انتم شايفين كده اهوت، ده عشان يضيع الزفر. وابتدي انزل بالكبد والقوانص بتاعتي واسيبها تغلي لمده 10 دقايق بس. تابعوني معاكم دلوقتي. بعد ما سلقت الكبد والقوانص زي ما انتم شايفين، كل اللي عملته عملت شطفه بسيطه، بعد ما طلعت شطفه بسيطه عشان الريم بتاع الشوربه بس، وبعد كده قطعتها قطع صغيره. اول حاجه هعملها هروح للحله بتاعتي، هنحط الحلة بتاعتنا على النار، هنسيبها لما تسخن، وبعد كده هنزل فيها بالزيت بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين. الزيت اهو اتقرب يسخن، هبتدي انزل ببصلية صغيرة تبقى مفرومة ماشي، واسيبها لما تتقلى ويبتدي لونها يتغير. دلوقتي البصلة بتاعتي اهي مرت، انزل بقى بالرز بتاعي اللي انا اكون مغسلاه قوي ومصفياه اهو. دلوقتي الرز بقى خلاص، ابتدي اقلبه في البصلايه وابتدي احط البهارات بتاعتي. طبعا مش هنزل بالكبد والقوانص دلوقتي، هقول لكم ليه. تمام، انا كده قلبت الرز، ابتدي احط بهاراتي. هبتدي انزل بالملح بتاعي حسب الرغبه، وانزل بحبه كمون، وهنزل بحبة فلفل أسمر، وابتدي أقلبهم في بعض. معلش أنا بصور بإيد واحدة. هبتدي بقى أنزل عليها بمية سخنة كده، بالمية السخنة. طبعا أنا بحب لما أجي أعمل الرز بتاعي ما نزلش عليه مية عادية، لازم أعملها بمية سخنة، وابتدي اقلبه كده اهو عشان الملح والبهارات بتاعته تبقى فيه، وابتدي اسيبه لحد ما يشرب. اول ما هيشرب هوريكم هنعمل ايه، تابعوني. نبتدي بقى نفتح الحلة كده اهوت، اول ما الرز يشرب نقوم نحط الكبد والقوانص على الوش. تمام، وابتدي اقلبها، اقلبها كده اهو عشان تتسوى بقى التسويه الاخيره مع الرز. طبعا احنا حاطين ملحنا وحاطين بهاراتنا، نقلب كده بالراحه. الكبده بقى لما بتتسلق وبتنزلي زفرتها، دي حلاوتها في كده، اللي انت بتاكلي الرز بيبقى ليه طعم مختلف غير اللي بنجيبه وبتشتريه من بره، بيبقى زفر عشان بينزلوا الكبده بدمها او بيقلوها في البصلية بس. هبتدي بقى كده اسيب الرز بتاعي لما يستوى وارجع له. وادي الرز بالكبد والقوانص بعد ما خلص، مش قادرة اوصف لكم الطعم بتاعه هيبقى عامل ازاي، اهو شايفين ادي، والكبد كلها من جوه مستوية. انا اختي واقفة جنبه فاتحة لي بقها، يعني المفروض هي عايزة تاكل. ارجو لو عجبتكم الوصفة نعمل اعجاب للقناة ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا ومبلغ البورسعيدية. دلع كرشك دلع نفسك، شوف الرز مفلفل ازاي. باي باي.